معلش انا كنت هشتم، فانا لا لا احنا يعني وقفت. ف What's up guys, welcome to the episode of the Project X podcast. I'm here today with founder of the VVS shop and the VVS enterprise and rapper Anas Hefny. What's up bro, عاملين ايه؟ كله حلو؟ تمام الحمد How you لله doing? تمام الحمد لله. Yeah, you had breakfast today? Yeah. Gucci. حبيبي. جامد. أنس احنا هنتكلم دلوقتي يعني since the beginning of your career. Okay. هنتكلم في حاجات مهمة. المهم Ooh. بالنسبة لك اللي Damn. يعني okay. أول حاجة عايز أسألك عن الأيديا بتاعت VVS كشوب وبعدين ال VVS Enterprise co-founded with حفيد بلس ان انا عارف ان انتوا عملتوا accomplishment كبير قوي جدا first CGI video clip in Egypt we inspired other artists زي محمد رمضان وعلي ويزي وكده يعني كلمني عن فكرة ال VVS كبراند الاول بعدين ك Enterprise sure VVS يعني بدأت ك it's more about يعني ك accessories ski masks, grills, حاجات كده ليها علاقة بالديب هيب هوب روتس يعني اي حد ليه علاقة بالهيب هوب قوي هتلاقيه يلبس grills, ski mask بتاع اي مكان whatever هنا في مصر مفيش الكلام ده خالص انا عمري ما شفت الكلام ده في مصر واول سكي ماسك شفته بصراحة كان ابيو في ذا تاب ويست لما طلع برضو بال half and half half pants half pants ايوه تمام زي الفل والانتربرايز بقى مع حفيد والانتربرايز مع حفيد اللي هي الانترتين يعني انترتينمنت ايجنسي يعني ايجنسي مع حفيد كانت بعد الشوب يعني انا فتحت شوب بعد الشوب لقيت اللي انا برضو ام انترستينج تو تيك فوتج اصور برودكشن لب يعني يعني انا بحب الانترتينج برضو اللبس the same thing عايز تكسباند حتى يعني in the creative mind of Anas Hefny انت عايز to expand your career kind of عايز yeah. to expand your ways of creativity هي دي مشكلتي creativity. اصلا يعني I like to expand without اصلا اللي انا استيك في حاجة لحد ما تكبر كويس عشان لو حصل دروب بتبقى big drop يعني انا مثلا عايز افتح كذا وعايز افتح ده وعايز افتح marketing agency وعايز افتح food truck وعايز افتح بس دي بقى it's a con it's a pro and a con at the same time but it's cool بس يعني اظن ان انت لو ربنا كرمك ب head of capital big head of capital و he decided to invest in you and your enterprise or your brand ان شاء الله يعني ربنا يكرمك I'm تفتح waiting كل for that حاجة ابعتولي يا جدعان at need this Anas.Hefny cash bro at Anas.Hefny I'm a double your money يلا طيب تاني حاجة دي يعتبر بالنسبة لي my favorite part of this episode ويعتبر أهم سؤال How did you develop such dedication to start your brand? I know that you dropped uni. You were in Nile University, correct? So you had to يعني you had to dedicate all of your focus, your concentration, your hard work, your money and everything and your talent in this brand. So I don't know about how you told this to your parents and how you do discuss this decision with them, but I know that it had to be a very strong cause and very strong motive. To develop such a brand and create it in main way. هو الموضوع بدأ من الأول. أنت بدأت في VVS عامة كإمتى كبراند؟ إمتى سنة كام؟ لا دي من 2019 آخر 2019 آخر 2019. ده لما الدنيا كانت بتضرب بقى. لا بالعكس الدنيا بتضرب بعد كورونا. أنت لا بتتكلم على تضرب كسين. هيب هوب؟ آه. إكزاكتلي. نفس الوقت بالظبط. يعني في اخر 2019 كان في بقى ابيو لسه راجع مارو لسه منزل بروباجندا ويجز والكلام ده كله بابلو برضو بابلو Respect طبعا بابلو I love you بابلو best video clip in the history of Egyptian of Egyptian history he's the best rapper in Egypt كده كود يعني انا عارف rappers كتير في مصر معظمهم 90% of the rappers I have respect for all of them بس بابلو جامد كده كده I gotta be real يعني كلمني كده عن الديسيجن بتاعك الديسيجن اخدته بص هي it's not something that I'm gonna do this I'm gonna leave everything I'm gonna go for that no it started من قبل اللي أيوة. هو عشان my dad went broke فنزلت مثلا كنت عايش في السعودية اصلا وفي السعودية my dad went broke فاشتغلت في السعودية for 3 years in entertaining agencies marketing agencies
حاجات ليها علاقة بالميديا شوية. ايوه I made hella money, I made hella money, and sorry, I gotta be honest. بعدين نزلت مصر wasted all my money on حاجات مالهاش أي لازمة. اوكي then رحت اشتغلت في فودافون يو كي 4 شهور, بعدين اتطردت. بعدين لما اتطردت رحت فتحت في في اس تاني يوم على طول. انا اعرف حد برضو كان بيشتغل فودافون وبطل وطلع جامد برضو. ما هي كده يعني, فودافون يو كي اتس يعني اتس ا جريت كومباني, ماشي, have respect for it. بس عادي, اي حد don't feel comfortable in the workplace that you're in, you gotta go out and find انا شايف somewhere انه else. في الاول في الاخر نصيب. لا exactly, في الاول في الاخر نصيب. exactly. بعدين بقى في في اس, انت ازاي اصلا اقنعت اهلك والناس اللي حواليك ان انت حتى تسيب كل حاجة وخلاص في في اس هي هي ما هي حياتي؟ الفكرة اللي هو أصلا أهلي شايفيني يعني independent من سنين, من زمان, من ساعة كيس ايه من ساعة كي اس اي. exactly. زي الفل. فسابيني براحتي, سابيني أعمل اللي أنا عايزه أيا كان. عشان كده كده they're not, هما مش بتساهموا في أي حاجة أنا بعملها في حياتي أصلا. ايوه I'm not talking money wise برضو, more as تروح فين بتاع. They know me, I'm a man, فخلاص I know what I'm doing, I know the bad stuff, I know what I should and should not do, you know what I mean. فخلاص يعني they're not gonna babysit me till I'm like 50, خلاص, فاهم قصدي؟ وأنا بتكلم معاهم كده, أنا بتكلم مع مامتي وبابايا أكنهم أصحابي. يا ماما بقول لك ايه كذا كذا, ها جامد اللي هو اللانجوج حتى, فاهم؟ يا بقول لك يا بوب, بقول لك ايه يا عم, فكك يا عم, مش لايك ده, يو نو وات اي مين. سو فاخدت القرار ده, سبت الجامعه عشان برضو الريزن كانت ماي داد برضو كان عنده يعني inefficient funds. بس فانا يعني سبت الجامعه برضو كان عشان inefficient funds من بابايا. فلما ده حصل رحت انا فودافون يو كي, سبت فودافون يو كي, اوبن في في اس على طول. تمام. يعني shout out, very strong movement على فكرة. Thank you يعني so much, I شكرا. appreciate it. تالت حاجة عايز أكلمك فيها, إزاي VVS يعني it was founded in the second half of 2019, a very strong time for the hip hop and rap scene. إزاي في وقت قصير من 2019 لغاية دلوقتي وصلت مع ناس عالية أوي 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 في المجال, عفروتو, أبيو, باتيستوتا, مين تاني, شاهين, واحمد سانتا, وفي تي في كاميو من محمد مكاوي طلع الدامي كراش شو دي بتاعك. ازاي وصلت في مرحله زي دي؟ يعني مش ناس كتير قوي بتعمل كده. انت بتتكلم في رينج سنه وشويه, صح؟ صح. قول لي ازاي. I'm tell you the secret sauce right now. I'm tell you the secret sauce. بص يا جماعه, انتوا لما تيجي تشتغلوا, وانا عشان اوصل الحته دي, انا I killed my ego. يعني ايه killed my ego بقى؟ اللي انا في الاول خالص قبل في في اس, يعني اول ما فتحت في في اس, I sent a message to every rapper in Egypt اللي هم ما كانوش لسه مشهورين. اول واحد رد عليا رابتر, هشام رابتر. ايوه عارف. ف لما لقيت الدنيا كده, طب why do not I, يعني ليه ما استخدمش البلاتفورم انستغرام عشان اكونكت with these people. بالظبط. Bro, I just sent him a message like what's up, he wants some bling, let's go, فاهم؟ بس فهي ده وصلني لده. بعدين لما قابلت ده, ده عرفني على ده, كذا 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 كذا. بس it's all about thriving to like, انا همسك السين كله, ف I'm gonna get in touch with everyone. بالظبط. يعني هو 101 ماركتنج, انا شايف 101 ماركتنج. تاخد ده يعني if you gain the customer you gained 10 with him, another exactly. 10 customers with him. exactly. وانت ايه اكتر, مين اكتر واحد انبسطت وانت بتشتغل معاه او انت بتعمله لبس custom made حاجات كده؟ اكتر واحد كاست كان ابيو, cuz I fed with him. يعني I we فهمنا بعض. You know what I mean, يعني احنا فهمنا بعض. فهمنا في حتة الارت اللي هو he's unorthodox rapper, حب يعمل حاجات عشوائية random جديدة مختلفة. same vibe. فلا اكتر لا ابيو. تمام. اخر رابع حاجة عايز اتكلم فيها, your latest collection, the Rorschach collection. yeah. انا عاجبني اوي اكتر حاجة, للأسف. انا اسف. لا لا عادي. اكتر حاجة عجبتني في Rorschach collection, انت حتى على الويب سايت بتاعك vs.com check it out, ان انت عامل description
ان في سايكولوجيست اسمه هيرمان رورشاك اعتقد exactly. كان بيستعمل الانك بتاعه في سايكولوجيكال تيستس وكده. كلمني الانسبيريشن بتاعك كان ازاي غير ان هو كان من هيرمان رورشاك، وازاي انت قدرت تطبقه على الهدوم كده؟ هي الفكرة بدأت خالص من فيلم اسمه واتشمان. ايوه عارفه، اللي هو كان مع بقية السوبر yeah هيروز دول. exactly. كان بيلبس ماسك ابيض وفي سبوت سودا كده ومش عارف ايه. he's a character, he's a superhero character دي يعني. سي، اه دي سي اه دي كاركتر. سي. انا I like DC more than Marvel. بس مارفل بحبوك يا جماعة دون متها. ف فانا I loved his persona, his character, كل حاجة. بعدين دخلت اذاكر ايه رورشاك والديزاينز مش عارف ايه. تمام. فقعدت مع واحد قريب جدا في حياتي, he's an ex addict. فقلت له ايه موضوع الانك بوتس, يعني بيجيبوا حبر يحطوه في ورقة يقفلها ويفتحها ويسألك انت شايف ايه. فانت بتبروجكتايل اللي في دماغك, انت يعني انت بتشوف ايه اللي في ده على حسب انت ايه اللي جوه دماغك. فاهم قصدي؟ السبكونشس بتاعك بيوريك بتقول ايه. بالظبط. ف this helps ايوه في حاجات مش كتير قوي دلوقتي عشان في بقى في تكنيكس اكتر يعني احسن. بس هي التكنيك دي it's very historical and very cool kind of you know. وطبقته على اللبس عشان انا كنت عايز البس لبس عليه ديزاينات عشوائية وكل بيس مختلف على التانية. يعني انا عايز اشوف هودي ممكن I see a butterfly in a hoodie, وهودي تاني ممكن I see a face of an ogre مثلا ايا ايوه كان. ف ايوه this is to me this is special to have a piece وكل piece it's different than the other. انا لابس حاجة نفس الكولكشن بس مختلف عن البيس التانية. it's not the same you know what I mean, so it has عاجبني a قوي taste. بالظبط. انت عاجبني قوي ان انت مش حاطط الموضوع كبروفيت. ايه ده ديزاين جامد؟ لا لا، خالص. I'm manipulating your mind. exactly يعني يعني what you wear, يعني حتى يعني what you wear sorry what you see is the design that you want to see. it's kind of trippy. بس يعني انا دلوقتي هو لابس الهودي, انا كنت شايف كان في كنت شايف دي نص butterfly. وبص يعني I don't know if you can see this بس بتركزوا كده في الديزاين بتلاقوا فيه حاجات. يعني بتلاقوا ممكن تلاقوا عربية, ممكن تلاقوا مش عارف ايه, ممكن تلاقي الاكس بتاعتك. don't worry about this shit, she's gonna be ugly. بس انا يعني recently posted a story ان انت كان حصل لك موقف يعني بدون ذكر مشاكل قوي، و that you stated that you will start your own digital parenting factory cashmere.eg، صح كده؟ yeah كشمير it's a digital clothing manufacturing agency. انا كنت co-founder في شركة تانية اسمها brands factory. long story short انا كنت داخل مع wrong partners وسبت الشركة cause I didn't feel comfortable with them. بس سبتهم وفتحت الايجنسي بتاعتي اللي هو ممكن تطلب الاوردر بتاعك وانت قاعد في البيت. كلودينج مش لازم تروح فاكتوري وتروح تطبع وتروح تدور على مش عارف ايه ومودلز وتصوير. لا we're gonna take care of everything يعني I hope everything. you reach your target audience. بجد الموضوع فكرة ان انت تبدأ حاجة زي كده from scratch it's ولوحدك، not easy. yeah it's not easy خالص. God bless, God bless. we're gonna make it ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا كده خلاص، خلصنا. جامد جامد. thank you so much for coming thank you and thank you guys for don't having me. حبيبي اخر حاجة يا جدعان، don't forget we're doing a giveaway collab with Project X Podcast and VVS. hell yeah. terms and conditions will be available on my account on Instagram. stay tuned. وفي حاجة تحط تحت؟ لا صح؟ ايش انا لا اسف. لا عادي sorry عادي. about that. لا عادي. that's cool. terms and conditions will be available on my Instagram account which will be available in front of you now. thank you so much. like subscribe and share. لو سمحت. please. you heard him. let's please. go. let's go. bye. peace.